لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. وعرف يوم عظيم كما ذكر في الكتب والروايات. الحج عرفة، هذا ما ورد في الأثر النبوي الشريف. ويوم عرفة هو يوم التجلي للرحمة الإلهية ويوم المكاشفة. الله عز وجل يمنح العبد فسحة للرجوع إلى ساحته والعودة إليه والأوبة عن الذنوب. يوم عرفة من الأيام العظيمة لدى المسلمين، إذ يتوجه فيه الحجاج إلى جبل عرفات لإكمال مراسيم الحج، وهو من الأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أهنئ العالم الإسلامي في هذا اليوم المبارك، وهو يوم عرفة، يوم الحج الله الأكبر الذي يعتبر مقدمة للحج. يوم عرفة يوم عظيم للمغفرة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه عز وجل. نهنئ جميع المؤمنين والمؤمنات على رأسهم صاحب العصر والزمان بيوم عرفة ويوم العيد الأضحى إن شاء الله، ونتمنى من الجميع الالتزام بالأعمال اللي في يوم عرفة، لأن هذه الأيام ما تأتي إلا مرة في العمر يمكن. بس نهنئ الأمة الإسلامية والمراجع العظام خاصة وشيعة أمير المؤمنين عامة بيوم عرفات الذي هو أحد الأيام المبارك. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم عرفة هو مغفرة الذنوب، زيارة الإمام الحسين هو أقرب شيء إلى الله سبحانه عز وجل. الإمام الشهيد أبا الأحرار نتقرب به إلى الله تضرعا ونسجد بمكان طاهر ومقدس. قال الإمام الصادق عليه السلام: من زار قبر جدي الحسين في يوم عرفة كأنما زار بيت الله الحرام، في مضمون الرواية. نهنئكم ونبارك لكم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، جعلنا الله وإياكم من الفائزين بولاية أمير المؤمنين، وكذلك من أنصار ومحبين وشيعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نهنئ الأمة الإسلامية والعالم أجمع بمناسبة يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي له مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم المبارك كتبت فيه زيارة الإمام الحسين عليه السلام. في هذا اليوم أتينا إلى زيارة الحسين عليه السلام، لأن هناك روايات كثيرة تقول: من زار الحسين يوم عرفة نظر الله له قبل أن ينظر إلى حجاج عرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. أدعو جميع شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في هذا اليوم، وبالأخص الشباب، شريحة الشباب، أن يتمسكوا بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، لأنه النور الذي يقذف في قلوبهم، وأن ينتهلوا من العلم من موارده الصحيحة وليس من موارد أخرى، من منبع العلم يأخذه من منبعه الأصلي. وخاصة نحن نعيش في زمن الفتن والانحرافات، فأدعو جميع الشباب إلى التمسك بالدين القيم اللي هو دين الإمام الحسين عليه السلام. معرفة حق هذا اليوم، لأن يوم مبارك يجب أن نطبق هذه الأوامر، مو فقط أنه معرفة عامة عن هذا الشيء، يجب أن نتعمق بيوم عرفة وما معنى يوم عرفة وشروط يوم عرفة. من أهم واجبات الفرد العراقي أو الفرد المؤمن بالخاصة معرفة الأواصر يوم عرفة. يوم عرفة في فضائل كثيرة، المحظوظ اللي يقدر يؤدي أعمالها سواء كان بالحج أو عند زيارة الإمام حسين عليه السلام، لأنها تعدل 1000 حجة و1000 عمرة كما في روايات. وهذه يوم عظيم من الأيام المعظمة عند الأمة الإسلامية. فضل زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة فضل عظيم، وذكر أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله بيته الطيبين الطاهرين والأئمة المعصومين، منها أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار قبر أبي عبد الله الحسين قبل أن ينظر إلى
حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفات. قد وردت الأحاديث الشريفة عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام اقتران الفضل الأكبر ليوم عرفة بزيارة المعصوم صلوات الله عليه، أعني به سيد شباب أهل الجنة. وأجواء كربلاء في يوم عرفة كأنما هي أجواء مكة، ويوصينا الإمام الصادق عليه السلام بزيارة يوم عرفة تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويتم كلمة الإسلام وينصر كل المسلمين في أنحاء العالم، ويوحد كلمتهم ويهديهم لما يحب ويرضى، أنه سميع المجيب الدعاء. قلوبنا مع الحجيج، وكنا نتمنى أن نكون هنالك، لكن برحمة الله تعالى وفضله وتوفيقه منحنا هذا التواجد اليوم في هذا اليوم المبارك العظيم يوم عرفة، أن نكون عند سيد الوفاء، عند المولى أبي الفضل العباس سلام الله عليه. السعادة أو الفرحة لا توصف، لأن أنت في أجواء كما يقول روضة من رياض الجنة أبي الفضل العباس وأخي الحسين عليه السلام. في هذا اليوم المبارك تشعر أنت في حقيقة، تشعر في مكان فيه بركة وفضائل كثيرة، وتشعر في الملائكة تحف بك، لأنه يوم عظيم. المحظوظ اللي عنده فرصة أن يكون موجود في الأماكن الشريفة، خصوصاً عند أبي فضل العباس اللي إحنا ضيوفه، إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم الجميع الأعمال إن شاء الله، ونتمنى لكم كل الخير والتوفيق وسهالات أمور وشعائر يوم عرفة عند الإمام الحسين أبي فضل العباس. إن شاء الله الله يوفقنا معاكم في أداء مناسك يوم عرفة، سواء الحجاج أو عند زوار الإمام الحسين عليه السلام. والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمان للأمة الإسلامية، وأن ينصر شيعة أمير المؤمنين في بقاع العالم كله، ونسأل من الله سبحانه وتعالى التعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. زيارة الإمام الحسين فيها رحابة صدر، فيها أنه إنسان يشعر براحة دائمة، يشعر ب يعني تسامح، يشعر ب المحبة للإسلام، المحبة للمسلمين، السعادة كبيرة تغمرنا من زيارة الإمام أبي الفضل العباس والإمام الحسين عليهم السلام.